نعم، اس جي 31. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، من وياي؟ حيدر دكتور. حيدر ايش؟ حيدر أحمد موسى. حيدر أحمد، يلا حيدر. دكتور أول شيء finding in this presentation. نعم؟ نبدي خطوة خطوة من البداية، نشوف الأول شيء هو هذا مو ساينس، هذا الفنتريكولر يعني تكيكارديا. زين، نعم، لانه ماكو بي واي او جسم الريت مالته كل اثنين مربعات يعني تقريبا 150 بيت بير مينيت. الاكس نورمال اكسيفيشن. نعم بل وال كيو ار اس كومبلكس وايد. كيو ار اس كومبلكس اوكي، بس الصورة رجعت طلعت مرة ثانية. الفنتركولار تكيكارديا، هذا الفنتركولار تكيكارديا. اوكي عشتي ذك يقول هذا اكو برود كومبلكس تكيكارديا كيو ار اس وايد ماكو بي ويف. وهذا نشوف نشوف الوايد اوف كيو ار اس كله على نفس الليفل، هذا نسميه كونكوردنس وايد كيو ار اس. زين حيدر، هذا لو كان اي سي جي المريض يعني عمره 60 سنه جاك للطوارئ عنده تشيست بين، زين فسيفير تشيست بين وراها صار كولابست بريثلسلس وكولابست، حطيت ايدك على الباس لقيته 165 ضغطه شو يعني مشوك ان ريكوردبل ودسنيك البيشن، سويت له هذا الاي سي جي لقيته في تي، ايش راح اسوي له بالطوارئ دكتور؟ هذا على الدي سي شوك نعطي يعني نسوي له عشتي ذاك، هذا نسوي له دي سي شوك، هذا دي سي شوك راسا دي سي شوك. اوكي، زين شلون تميز هذا الفنتركولار تكيكارد عن يود بلوك؟ عفوا دكتور الصوت قطع، ما سمعت شنو فرق عن شنو؟ شلون تميزه عن السوبرا فنتركولار تكيكارديا وذ بلوك؟ اه دكتور، السوبرا فنتركولار تكيكارديا مور بالاي في نود، لذلك تطلع يعني شكلها منتظم يعني ويا ار واس طبيعيه، ما تكون بزار شيء، وتسبق ما سمعت الصوت ما كان واضح. تسبق بي ويف، هناك ماكو موجود بي ويف. زين دكتور، انه شكلها يكون مو منتظم، هذه اللي هي تكون فنتركولار، بينما ذا كان من يعني السوبرا فنتركل يكون شكل الكيو ار اس طبيعي. اوكي، واذا جاك بيشن ان سيفير تشيست بين وكان عنده هيستوري اوف سكيميك هارت ديزيز، فهذا تمشي ويا الفنتركولار تكيكارديا اكثر مما هو سوبر فنتركولار تكيكارديا، والكيو ار اس يكون وايد. اوكي، اي سي جي رقم 32 من يحب يسوي لنا ديسكشن عليه؟ السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، من معاي؟ محمد غسان دكتور. محمد غسان، يلا محمد دكتور. هذا اقول لك هذا تخطيط المريض، المريض عمره 45 سنه اجى عنده سيفير تشيست بين صار له 1 اور بري دكتور. زين، وسويت له هذا الاي سي جي، شنو لك البوزيتيف فايندينج؟ نعم دكتور، لو نلاحظ الفي 1 والفي 2 والفي 3 لحد الفي 4 عندنا اس تي اليفيشن. نعم دكتور، فهذه ممكن تمشي ويا الانتيرير ام اي.
اوكي يعني انت حيدر غساني يقول محمد غساني يقول انه اكو اس ديليفيشن بالفي 2 في 3 في 4 في 5 بلي دكتور زين بعد اكو غير مكان اس ديليفيشن وعندي تي انفرشن دكتور بالليد 1 والفي ال ايضا تي انفرشن زين اكو اس ديليفيشن بالليد 1 والفي ال اي دكتور هم هذين موجود تقريبا عاشتي يعني اكو عاشتي وبالفي ال الفي ال هم موجود بها اس تي اليفيشن اذا اكو اس تي اليفيشن بالليد 1 في ال والفيات من الفي 1 اكثر شيء واضح من الفي 2 لحد الفي 5 تقريبا الفي 5 تقريبا زين زين بالفي 2 للفي 2 3 4 اكو شيء ويا الاس تي اليفيشن دكتور دي بي كيو ويف عاشتي لك دي بي كيو ويف إذا هذا الدايجنوز شنو؟ دكتور هسه احنا عندنا بالانتيريور موجود ST elevation وكذلك بالليد 1 والفي ال يعني lateral ايضا ST elevation دكتور انتيريور lateral ام اي دكتور هنا اذا ساعة واحدة فيعني تعتبر anterior lateral عاشتي لك acute anterior lateral ST elevation ام اي عاشتيدك شنو المجمد شو تسوي له بالطوارئ اذا جاتك دكتور هو الفيرست لاين بي سي اي واذا ما موجوده فنبدي بالثرومبوليتك ثرابي وش تطي هذا البيشنت دكتور مثلا تشيس بين ممكن انه نعطي مورفين يعني على انالجيسيا بعد انالجيسيا دكتور ادي الادينوسين اعتقد اتذكر اي بي ادينوسين لا لا أدينوسين هذا للسوبرا فنتوكلر تاكيكارديا وليس للإسكيمي هذا تعالك إسكيمي شنو المجمد أوف إسكيمي الأنتي بلاتلت الأنتي كوغلانت متوان بيتا بلوكر أوكي عاشتي لك عاشتي لك زين هاي الكيس 33 من يحبي ناقشنا هذا الاي سي جي واحد عمره 45 سنة اسيبتوماتيك ما يشكي اي شيء بس مجرد انه يحب يشيك نفسه ما يشكي من اي شيء لا تشيس بين ولا بالبيتيشن ولا شورتنس اوف بريث مجرد انه حاب يشيك نفسه سوينا له هذا الاي سي جي دكتور اني حيدر ممكن غير حيدر من شاركنا بعد حيدر هنا هذا ساينس لو مو ساينس هذا ساينس دكتور ايش قد الريت الريت 1 2 3 4 تقريبا تقريبا 70 يعني او اقل شويه 72 بيت بير مينيت 70 70 اقل من 70 72 لو شنو قصدك يعني 60 تقريبا لا هو ده 50 5 وحدات يساوي 4 وتقريبا ربع او ثلث 4 مربعات ثلث يعني تقريبا 72 او 70 تقريبا زي ريجولر لو ريجولر بس هو ماكو لو ستريب طويل هسه هنا اثنين الواضحه عندني بس ان زين شنو الاب نورمال فايندينج المفروض يكون الريجولر هذا الابنورمال فايندينج انه البي ويف جاي يصير بها بروجرام بين الاول بي ويف وثاني بي ويف برولانجيشن بي ويف صحيح شنو الدايجنوست ممكن فيرست ديجري هارت بلوك هذا مو ممكن هذا فيرست ديجري هارت بلوك بلي اوكي عاشت ايدك هذا فيرست ديجري هارت بلوك كيس 34 من يحب يسوينا ديسكشن عليه
هذا الاي سي جي لمريض عمره 70 سنه او مريض 70 سنه تشكو من ديزينس صار لها 1 يير. ايش تتوقع شنو هذا الاي سي جي؟ منو معاي؟ الدكتور هذا شو اسمه؟ منو معاي؟ حيدر بدي. جماعة ماكو، يلا حيدر. هذا ساينس؟ هذا العفو دكتور أقدر أنا؟ منو جاي؟ غير حيدر؟ أيمن حسن. أيمن حسن، يلا أيمن. دكتور هنا هو يعني prolongation of PR interval. نعم. برولونجيشن بالبي ار انترفال، يعني انت تسرب برولونجد انترفال بي ار. زين، يعني واضحه هي باللي يعني بالستريب الثاني، يعني انت ليتو برولونجد و ليتو ليتو. نعم اوكي، يعني هاي البي ويف بي برولونج. هاي تشوف الماوس مؤشر الماوس؟ مؤشر الماوس لا ما اشوف ده يطلع مؤشر الماوس. ايه هسه طلع. ايه زين، هذا بي ويف. نعم زين اوكي. زين هذا شنو؟ ما واضحه عندي الصوره كلش، ما واضحه. هو الماوس المؤشر اللي يروح. زين اكو بي ويف ثانيه موجوده بنفس الانترفل ايمن؟ ايه اكو، يعني ايه صحيح بعد اكو مطلوب بي ويف. نعم إيه اكو بعد سحط الماوس، يعني بين اكو بين تو بي الانترفل بينه بي او بي ريجولار لو ريجولار. ريجولار تقريبا الانترفل تقريبا ريجولار. شوف هذا الستريب اخر شيء، هذا اللي تو الستريب اخذنا ستريب من اللي تو، كل انترفل تقريبا ب 2 بي ويف. صحيح اوكي، وهذا تقريبا ريجولار البي ويف انترفل. يعني لو تحسب الريت البي ويف انترفال الريت مات البي ويف مش قد يطلع هي. تقريبا كم مربع بنات؟ حوالي مربعين ونص، يعني تقريبا 155 هيجي. الار ار انترفال لا، الار ار انترفال متباعدات. زين شنو هذا الدايجنوستيس؟ ممكن كومبليت هارت بلوك. عاشتي ده كومبليت هارت بلوك، هذا ممكن كومبليت هارت بلوك 2 تو 1 بلوك. نعم زين حيدر شنو الكوزز اوف كومبليت هارت بلوك؟ انا معك ايمن دكتور. ايمن ايمن عفوا، شنو الكوزز اوف كومبليت هارت بلوك؟ الكومبليت يعني ممكن يعني هم مايكارديال انفراكشن يصير ويا عاشتي ده ممكن البيتا بلوكر اعتقد هم من الدي بوكس. عاشتي ايدك، بيتا بلوكر بعد غير الدراجز مثل ايش؟ شو ما سمعتك دكتور شلون؟ الدراجز ما تكون البيتا بلوكر وبعد بعد ديجوكسين. ديجوكسين يسوي؟ اي ديجوكسين ممكن يسوي. كالسيوم شال بلوكر ممكن يسوي؟ ما متاكد ما اعرف صراحه. ممكن ايضا ممكن يسوي. ممكن بعد اكو فد انفكشن يسوي لنا كومبليت هارت بلوك؟ ممكن عنده كاردايتس يعني قصدك؟ هاي اذا سوى لا مو عنده هذا سايما بلايم ديزيز. ما سمعتك شلون؟ لايم ديزيز سامع بي؟ لايم ديزيز؟ اي سامع صحيح. اوكي الباراسايت شوية الصوت ده يقطع دكتور. اوكي شو التريتمنت اوف كومبليت هارت بلوك؟ شلون دكتور ما سمعت؟ تريتمنت اوف كومبليت هارت بلوك يعني اعتقد هو يعني تريتمنت اوف ذا كوز، يعني شنو الموجود عندنا الكوز او الكرنت ديزيز ممكن نعالجه وممكن هو يعني بالتريتمنت مال كوز
ممكن نعالج الهارت بلوك. شلون زين عالجنا تريتمنت وبقى الهارت بلوك كومبليت هارت بلوك؟ ممكن نسوي له بيس ميكر يعني؟ عشت شنو نوع البيس ميكر؟ بيرمننت. عشت ايدك ممتاز شكرا. شكرا ايمن. كيس 35 تن تشيس بين سنترال تشيس بين اكثر من 24 اور. شنو الفايندينج بالاي سي؟ انت قاعد بالطوارئ او انت قاعد بالطوارئ وجاش بيشنت عمره 60 سنه قلت ايش دكتوره قلت ايش دكتوره انا يشكو من صار لي 24 ساعه صدري يروح ويرجع الوجع مالتي راسا سويت له اي سي جي او سويت له اي سي جي طلع هذا الفايندينج. شنو تشوفين الفايندينج بالاي سي جي او شنو نشوف الفايندينج بالاي سي جي؟ منو معاي؟ نعم دكتور. منو معاي؟ حيدر دكتور. يلا حيدر. حيدر هذا ساينس رثم؟ ساينس رثم دكتور. The conduction interval normal. No. X is normal دكتور. The QRS complex. Normal. The ST segment. Abnormal. بها كنا ال elevation بال مو elevation عندنا T inversion بال V two V three V four و elevation أكو عندنا inversion بال T wave أكو inversion زين ال ST segment ST segment normal normal زين ال ST segment بال V four شنو هاد normal elevation أو depression أكو الديبرشن بيها. اوكي اذا اكو اس تي سيجما ديبرشن بالفي بالفي 4 واكو تي ويب انفرشن بالفي 2 و 3 و 4 وبعد وال اي في ال الاي في ال بل شنو الدايجنوستس دكتور؟ هذه انتيرير اسكيميا. شنو التايب اوف اسكيميا؟ انستابل انجين يعني. ممكن تجي انا انستابل ممكن تجي نون اسكيميا. ام اي خصوصا لما اكو استي ديفيجن بالفي 4 اذا هو هذا اسكيميا. اوكي عشت ايدك حيدر. ايش ستوتي هذا جاك مريض انت قاعد بالاستشاريه قاعد بالكلينيك وقال لك انا عمره 30 سنه ما يشكو من اي شيء راد من عندك انه نسوي له روتين انفستيجيشن سوينا له هذا الاي سي جي شنو الفايندينج طبعا هو اسيبتوماتيك دكتور هذا عنده علامات الرايت غير حيدر غير حيدر غير حيدر منو يلا حيدر شنو فاين الدكتور هذا هو ساينس ريدم ريجولر 75 بيت بير مينيت رايت اكسس ديفيشن وعدل ال في 1 اكو بها ار بوزيتيف بال في 1 ممكن يعني رايت فنتريكولر هايبرتروفي اكو عند البي ويف صار بي لا هذا مو رايت فنتريكولر انت ويف مو انفيرشن
هذا شوي مو انفيشن رايذ ان دكتور هايبرتروفي. هي ها يعني مو بوزيتيف احنا نعتبر هاي بس مو يعني مو مو بي ويف. نعم ممكن البي ويف اللي بدي اثنين بيبل من هالي عده لا او اوضح من اتى التي ويف ممكن بالبيبل. او هذا ممكن ممكن رايت فنتكلر هايبرتروفي. لا لا مو دكستروكارد هذا ممكن رايت فنتكلر هايبر. اكو بوزيتيف ار بالفي 1 واكو رايت اكسس ديفيشن تمام فممكن مثل ما قال حيدر رايت فنتكلر هايبرتروفي بس هو ما عارف ليش غير رايه بعدين. وممكن شنو ممكن هذا يصير الفيتشر حتى بالثين بيبل يعني ممكن بالنورمال ممكن مو رايت فنتكلر هايبرتروفي. اوكي يعني هاي الفيتشر ممكن يعطيك سيفيشن قد يكون رايت فنتكلر هايبرتروفي رايت اكسيفيشن وايضا يعطيك فيتشر انه ممكن نورمال خصوصا اذا كان البيشنت ثين واسيمبتوماتيك. اوكي لو كان اكو رايت فنتكلر هايبرتروفي لكان البيشنت سيمبتوماتيك يشكل على الاقل من اكزيشنال الاثنين فهذا البيشنت اسيمبتوماتيك زين وما عنده ان هيستوري اوف لانج ديزيز او كارديك ديزيز فذلك الهيستوري مهم ويا الاي سي جي. الاي سي جي واحده ما يعطيك دايجنوسيس الهيستوري والبرزنتيشن كلش مهم. اوكي هاي كيس 37 هذا الاي سي جي 55 سنة جاءت للطوارئ يشكو من سيفير تشيس بين تقريبا يعني البين بعد عنده خلال ساعة و شنو الفايندينج بهذا الاي سي جي دكتور احكي الفايندينج مباشرة احكي الفايندينج مباشرة دكتور نلاحظ الليد 2 والليد 3 والاي في اف بها اس تي اليفيشن اوكي يعني ام اي بعد شنو الفايندينج دكتور عندي الليد 1 صاير بها اس تي ديبرشن والفي ال ايضا اس تي ديبرشن نعم و هذا شنو الاس تي ديبرشن دكتور ممكن يكون يعني ريكبروسيال انه نشوفه ريسبروكال ريسبروكال او ريسبروكال نعم تشينجز نعم دكتور واكو ايضا اسلايد اس تي ديبرشن بالفي 2 ممكن تكون اكو يا اسكيمي او رايت بعد اكو شيء فايندينج بالفي 3 دكتور ايضا موجود اس تي ديبرشن مو في 3 اي في في 3 اي سمول موجود بلي بعد اكو شيء دكتور تي تي انفيرشن يعني مثلا لا اكو بي ار انترفال البي اي دكتور برولونجيشن صار بيها عرفتي لك شنو هذا اذا هذا شنو هذا اكيوت انفيرير ST elevation am I with دكتور first degree heart block عشتيدك هذا acute and fear ST elevation am I with first degree heart block نعم دكتور ECG 38 هذا انت بالطوارئ جاك مريض عمر 50 سنة يشكي من severe chest pain صار له 1 hour هذا طبعا ساينس رثم تقريبا الريج 75 اكو عنده تي انفيرشن بالاي في ال ومن الفي 1 الى الفي 6
والسوبرا فنتركولار اكتوبيك موجوده اكثر شيء بالبي 1 لو تلاحظ البي مالتها انفيرتد. شوف البي مالتها انفيرتد. فهذا شنو هذا؟ هذا anterolateral ischemia. anterolateral ischemia. كيس هذا المريض عمره 65 سنة الذي سوى عملية وقبل العملية اكو تحضير يسوي له يسموه preparation for operation يعني يدزوا ECG chest X-ray أو investigation. فكان هذا الـ ECG مالته شنو الفايندينج؟ الو هنا عندك تو من وين؟ حيدر. حيدر هذا ساينس. هنا عندك تو ساينس. اوكي ريت ايش قد هذا الريت مالته؟ تقريبا 6 والله خلينا نشوف ريجولار ولا لا. هنا 6 وشويه 6 ونص. هذا هنا تقريبا اقل 6. خمسة وبين خمسة وبين ستة المربعات تصير يعني تقريبا هو الريجولر هذا بس مو فرق وايد فرق بس نص مربع فنعتبره ريجولر يعني نعم ستة تقريبا يعني 50 تقريبا 50 شو هذا 50 50 بيت بير مينت يعني براديكارديا براديكارديا شو الفايندينج هو نورمال اكسس ديفيشن ال بي ار انتيربل مالته نورمال الكيو ار اس خذك وعدل وايدنينج بالكيو ار اس وين مثلا بالليد اللي هو الاخير ليد 2 واكو عدل ام شيب هاي البي 1 وهاي صار ام شيب ماكو وايدنينج بالكيو ار اس. نعم اكو ام شيب بالفي 1 ان في 2. شنو هذا الام شيب؟ دكتور اللي هو الرايت بندل برانش بلوك. عاشتي لك رايت بندل برانش بلوك. هذا يسموه بارشال رايت بندل برانش بلوك. رايت بندل برانش بلوك عاشتي. ECG 40 هذا المريض عمره 50 سنة sinus rhythm rate مات 72 normal conduction axis deviation هنا normal بتلاحظ اكو wave بال V2 تبدي كي ويف اكثر شيء بال V2 حتى ال V1 V2 V3 دي بي كي ويف واكو ST elevation بال V2 الى V4 يعني V2 3 وبال4 واكو inverted T wave لو تلاحظ ايضا بال AVL وبال V1 الى ال V6 الى ال V5 صورة الـ old anterior myocardial infarction لأن أكو Q wave في منطقة الـ anterior بعد من V2, 3, 4 وكو شوية T inversion بالـ V5 and AVL هذا الـ old anterior my ECG 41
هذا العمر 30 سنة يشكي من chest pain، بس شكل chest pain مالته مو كاردييك، فشنو الفايندينج بهذا الـ ECG؟ هذا نورمال اي سي جي. كيس 42 لو تلاحظ اكو برود كومبلكس تاكيكارديا، الهارت ريت حوالي فوق 150 عن حدود 180 تقريبا، ماكو بي ويف، هذا فنتركولار تاكيكارديا عاش تيدك. كيس 43 اكتوبك بيت، هذا شنو اكتوبك بيت يا تايب فنتكلر لو سوبرا فنتكلر؟ لا هذا التركولا فنتكلر اكتوبك بيت. اوكي عشت ايدي. كيس 44 السلام عليكم. عليكم السلام، منو معاي؟ هاجر عبد الزهرة. يلا هاجر. دكتور سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا، عرفتي سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا، شلون عرفتي هاي سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا؟ دكتور there is no P wave، ممتاز، وال QRS تكون نورمال، تكون نورمال تقريبا نورمال عاشتيدش ممتاز، والتاكيكارديا ريت يكون تقريبا يعني 250 بيت بير مينيت، لان شويه يعني تقريبا لارج بوكس ونص. ممتاز عاشتيدش. زين اكو شيء بعد غير السوبرا فنتريكولار تاكيكارديا ممكن تلاحظي؟ لحظة على V4 V3 V4 V5 V6 أكو ST elevation؟ لا V3 لحظة V4 V5 V6 هذا ST elevation أو depression؟ depression ممتاز. depression. هذا أكو ST depression. زين. هاي إذا جت في كيس بالطوارئ. شو تسوي لها؟ أول شيء أبدي بـ IV أدينوسين. تسوي لها مساج. كارديك مساج. أو تانك دبرسات. كاروتيد مو كارديك كاروتيد. كاروتيد مساج. نعم دكتور. زين واذا كان فيلر ممكن نديله اي في ادينوسين. اي في ادينوسين الدور اي في انترافينوس بيتا بلوكر على مود يعني قبل ما تعطيها الادينوسين قبل ما تعطيها الادينوسين تحبين تسالي رضا في السؤال قبل ما تعطيها الادينوسين شو تقولي لها؟ يعني إذا عندها هايبر سنسيتيفيتي أو عندها يعني مثلاً كوروناري أرتري ديزيز سابقاً؟ لا قولي أنت عندك أسمى لو ما عندك أسمى لأن بس ممكن يسوينها برونكوسباس بس إلي عندك أسمى لو ما عندك أسمى إذا قالتش ما عندك أسمى أوكي إذا كان الأدينوسين فيلر ما نزل لنا الريت هدور نبدي البيتا بلوكر أو بيتا بلوكر ما فاد ما استجابة تي أريثيميك أطي تي أريثيميك اللي هو ال third يمكن third اللي سوبرا فنتكولار تاكيكارديا هو التريتمنت مالتنا أما أدينوسين
بيتا بلوكر او كالسيوم شون بلوكر، وممكن يبدون على اساس انه الكاردورون، بس الكاردورون سايد افكت معناته كلش عالي، يعني استخدمه بالريفراكتوري كيسز. هذا لدوكري دافيدسون كاتبين في فليسينايد، فليكينايد هذا للريسيستنت ممكن انه نستخدم. زين اذا ما استجابت للتريتمنت للمانجمنت شو نسوي؟ ابديها دي سي كارديو فيرجن، نعطي سينكرايز دي سي شوك. اوكي زين، ليش بالتكيكارديا يصير عندنا ST depression؟ لو تلاحظين كل الكيس السوبرا فنتكولار تكيكارديا اغلب الكيسات كثرة ممكن يصير عندهم ST depression. ممكن يعني الاكسجين ديماند، يعني يصير عندي امبالانس، يعني الهارت ما جاي يستقبل دم كافي، في بيشنت يصير كيس كيميا يدخل ما يستخدم كافي. ليش ما يجي دم كافي الهارت جاي يشتغل، يعني المايوكارديال جاي يصير عندي امبالانس بين مايوكارديال ديماند والمايوكارديال الاكسجين الجاي يوصل، فالبيشنت جاي يدخل باسكيميا. يدخل بالاسكيميا. البلس سبلاي اللي يجي للكورونر فيزلز اللي يجي من الاورطه، احنا الكورونر فيزلز مو متصله بالبدايه الاورطه، نعم الكورونر فيزلز الليفت كورونر عندنا الرايت كورونر. هذا البلس سبلاي اللي يجينا من الاورطه للكورونري اكثر شيء يكون اكثر شيء بحاله الدايستوليك يكون جود بلس سبلاي. فبالتكيكارديا او بالسوبرا فنتركولار تكيكارديا الدايستوليك تايم يكون كلش قصير، عرفت شلون؟ ما يلحق يصير دايستوليك، فذلك يكون بلس سبلاي قليل للهارت. قليل، نعم. هذا واذا اكو يا بعد اثيروسكروس، يعني كورونر اثيروسكروس راح يكون اكثر بعد انه ممكن يعني يصير انفاكشن، يعني حتى مو يعني لا مو انفاكشن، اسكيميا، لا ما يصير انفاكشن، يصير اسكيميا. ليش؟ لانه البلس سبلاي يكون للكورونر اكثر شيء في حاله الدايستوليك وليس بالسيستوليك. كل ما يكون distance of diastolic أكثر كل ما plus supply الكورونر يكون أكثر، بس بالسوبرا فنتركولار تكيكارديا الدايستوليك very short ما يلحق دايستوليك لأنه تكيكارديا عرفت شو ذلك يصير عندهم ischemic chest pain مرات يصير ما SD depression موجود بالـ ECG. أوكي شكرا عمو حاجة. هاي كيس 45 سبوت دايجنوسيس، مين يعطي سبوت دايجنوسيس غير اللي شاركوا؟ مين اي دكتور؟ لا غير حيدر، انطون سبوت دايجنوسيس على السريع. حيدر بعد لا تدخل وياي على الخط، خلي البقيه، هذان اي سي جيات متكرره يعني معادله. دكتور اشارك؟ منو يعني؟ محمد دكتور. محمد شنو؟ محمد غسان يلا محمد. دكتور عدي الفي 1 والفي 6 اذا اجمعهن اكثر من 35. عاش تيدك، شنو الدايجنوسيس؟ ليف فنتركولار هايبرتروفي. اوكي، واكو تي انفيرشن موجود عندنا، هذا شيء يسموه ستي ديبرشن، ويعني وذ سترين نسميها. ليف فنتركولار هايبرتروفي وذ سترين باترن، ممتاز. هاي كيس 46، من يحب يسوينا ديسكشن عليه؟ هذا الاي سي جي ساين صارت والبي او اف موجودة، لو تلاحظون البي او اف موجودة قريبا الريت بالسبعين، الاكسس نورمال اكسس ديفيشن، لو تلاحظون بالليد 3 و اي في اف اكو كيو ويف، اكو كيو ويف، اكو مايلد اس تي اليفيشن. ولو تلاحظون بالفي 2 تول الفي 3 اكو يسموه بايفاسيك تي ويف، هاي صورة البايفاسيك تي ويف. واذا تلاحظ الفي 4 والفي 5 اكو انفيرتد تي ويف.
فهذا على الأغلب هذا عنده ممكن أكو يا يعني قد يكون acute subacute أو new inferior myocardial infarction وقد يكون old. قد يكون old myocardial infarction وقد يكون new inferior myocardial infarction ويا أيضا anterior ischemia. Anterior ischemia وهذا very risk أو high risk. فإذا جان شبيشن للطوارئ عادة نستخدم للأنجيسي إذا عدى تشيس بين ونطي دول أنتي بليتلت ثيرابي ونسوي له بي سي اي نحضر له البي سي اي. هذا اي سي جي 47 من يعطينا الفايندينج هاي الابنورماليتي اللي اذا تلاحظوها هذا ارتيفاكت هذا ماكو اي سي جي تشينجز هذا ما مربوط الالكترود بالسكن بالتشيس ليد فهذا يسموه ارتيفاكت يعني ينطينا خربطه هذا مو ابنورمال فايندينج. اوكي كيس 48 هذا الاي سي جي لعمر 50 سنه جاك عند اكزيرشنال ديسني سويت له سكوتيشن لقيت عند هارت مرمر سويت له اي سي جي لقيت هذا الفايندينج ايش تتوقع هذا الهارت مرمر شنو الدايجنوستس يا ابو هذا مين قدر يجاوبني هذا الفايندينج لف فنتركولار هايبرتروفي والمرمر كيس 49 هذا اي سي جي بالناحيه النورمال ريستنج اي سي جي والبيشن بعدين سوينا له تي ام تي اكسرسايز اي سي جي شنو الفايندينج اللي صار اثناء الاكسرسايز اي سي جي من يقدر يقول لي شنو الفايندينج على الاكسرسايز اي سي جي دكتور هذا مو يعني فنتريكولار جاي يصير فنتريكولار تاكيكارديا منو يعني دكتور هاجر لا هذا فنتريكولار فيبريليشن فنتريكولار فيبريليشن يعني كنت يعني شاكي بين تاكيكارديا وفيبريليشن شوية التاكيكارديا يكون أكثر ترتيبا فيبريليشن يكون أكثر خربطة يعطينا مورفولوجي أكثر عايش تيدش بوليمورفولوجي زين هذا أثناء الإكسرسايز فيبريليشن فهذا رأسا نوقف الإكسرسايز إي سي جي وإذا ستيل إن فيبريليشن رأسا نعطي دي سي أوكي ونحوله بعدين للبي سي آي أكو بعد فايندينج بالنورمال اي سي جي ريستنج اي سي جي او تلاحظين اكو تي انفيرشن موجود باللي 2 3 والفي 5 والفي 6 يعني اكو عنده اسكيميا هو اسكيم نعم دكتور وسوينا الاكسرسايز اي سي جي صار هاي الاسكيما صار فيبريليشن بعد ما ستابلايزيشن البيشن وين راح نوديه نسوي له بي سي اي الدكتور هاي مو ال V1 وال V6 يعني عدة لي 2 ولي 3 والاي في اف والفي 5 والفي 6 اكو تي انفيرشن اكو اسكيميا لا اكو هذا رايت باندل برانش بلوك عدة ال V1 نورمال ماكو رايت باندل برانش بلوك اوكي اذا تلاحظين ال V2 ممكن هذا ال الوايدني إذا تشوفين أكو بال لا هذا ما يمشي يعني
هذا مو رايت باند برانش بلوك. هاجر هذا رايت باند برانش بلوك. تلاحظين؟ نعم دكتور اي واضح. هذا رايت باند برانش بلوك في في 1 في 2 اكو عندش رايت باند برانش بلوك. تقدرين اكو شيء بعد فايندك ثاني ويا رايت باند برانش بلوك تقدرين تلاحظين؟ دكتور هسه هو يعني هو أريثمية يعني كلش يعني بوليمورفولوجي جاي يصير عندي. إذا تلاحظين الريجولر يعني شوف هذا شوف البي ويب أكو بي برولينجيشن لو ماكو. هو دكتور هسه يعني وين البي ويف يعني شو موجودة هسه هاي عندي جنانة بالساليد الثري دا شوفين البي ويف هسا هذا بالسترب هاي بي ويف هذا بي ويف هاي بي ويف هذا بي ويف موجودة موجودة زين ليد ثري شنو هاي هاي شو يسموها ليد ثري هاي غير الكيو ويف يعني هذا كيو ويف هذا كيو ويف هذا فيرست ديجري هارت بلوك with right bundle branch block. First degree heart block, واكو Q wave will lead 3 and AVF. هذا احتمال عند old myocardial infarction, old and fear myocardial infarction. هذا ليشي كيس يجيك اما يجي از اديزنس لان اكو كومبينيشن اوف فيرست ديجري هارت بلوك وذ رايت باند برانش بلوك فيجينا فيتشرز اوف او يجيك كسبتم اوف ديزنس او تشيست بين از ان اولد انفاكشن فهذا ليشي كيس نسوي له اذا جان على شكل ديزنس نسوي له امبلتري او هولتر اي سي جي ونشوف اكو دي سيد حول الى ثيرد ديجري هارت بلوك او لا هذا 51 كيس هذا بيشن عمره او امراه عمرها 70 سنه وجدتك للطوارئ وتشكي من ديزينس حطيت ايدك على الباص لقيتها الريجولر سويت لها هذا الاي سي جي ستلاحظ هذا الشكل الاي سي جي دكتور هذا مو اكتوبك بيت شو اسم الانتو اكتوبك بيت هذا؟ اتريال لا دكتور هذا ventricular by Gemini لا هذا الاكس از ليفت لو رايت ليفت دكتور ساينس لو مو ساينس دكتور البي ويف موجوده ساينس ريجولار لو ريجولار ريجولار ليش ريجولار تلاحظ الريجولار يعني اكو سمثينج اكو قد يكون نون كوندكتنج بيت بي ويف يعني قد يكون اكو فيتشر مات هارت بلوك او قد يكون فيتشر اتريال اكتوبيك او قد يكون فنتكلر اكتوبيك لما نشوف الريجولار فكر بالبلوك اكو بلوك لو ماكو بلوك قد يكون نون كوندكتيف بي واي اكو بي واي موجوده بس نون كوندكتيف فاكو بي واي نون كوندكتيف لو ماكو بي ار انترفال نورمال لو مو نورمال فانت لما نشوف الريجولار فكر بالهارت بلوك اكو لو ماكو دكتور اكو شكو دكتور P wave non-conducting. عشتيدل أكو non-conducting. فلما نشوف irregular لاحظ أمشي step by step. P wave لقيتها موجودة. بعدين لقيتها إذن sinus. بعدين لقيت the R R تبع irregular. ليش irregular؟ خلينا نشوف. إذا شفت أكو P wave non-conducting. قد يكون هذا شنو؟ ممكن heart block دكتور. يا تايب. دكتور هسا هذا تقريبا fixed يعني. Not to progress. ممكن تايب 1؟ لا. Non-conducting.
دكتور سكند هذا السكند سكند هارت بلوك هذا السكند ديجري هارت بلوك تايب 2 التايب 2 لان التايب 1 جاي يصير عندي بروجريشن بروجريشن للبي ار بينما انا فيكست زين الفي 1 والفي 2 شو تلاحظون بشنو هذا ديبريشن لا شنو هذا كيو ار اس واي خلي شاركنا اكثر من شخص اذا يحب بالديسكشن هذا وايد واكو تيم اذا شنو هذا فيتشر وايد كيو ار اس بالفي 1 في 2 شنو رايت بندر برانش بلوك اشتيدك اذا اكو عندنا رايت بندر برانش بلوك واكو عندنا نون كوندكتيف بي ويف سكند ديجري بلوك زين الاكسس رايت لو ليفت left axis deviation left axis deviation اذا عندنا left axis deviation وعندنا right band branch block وعندنا second degree heart block هذا يسموه second degree mobs type 2 with bifascicular block لما يكون عندنا left axis deviation right band branch block هو هذا يفسر الديزينس اللي يصير عند هاي المرأة معناته يصير عندها intermittent complete block وهاي تحتاج إلى pacemaker كيس 52 لو تلاحظون بالإي سي جي أكو عندنا ST depression بالفي 2 إلى شوف هذا ST depression بالفي 2 3 4 5 6 ماركت هذا يسموه ماركت هوريزونتال لو تلاحظون المحاضرات السابقه شنو الاس تي ديبريشن اكو هوريزونتال اكو اب سلوبينج اكو داون سلوبينج وهذا اكو في 2 في 4 هوريزونتال واكو ايضا داون سلوبينج اس تي ديبريشن باللاترال ليد يعني بالاي في بالليد 1 اكو داون سلوبينج واكو هوريزونتال ديبريشن بالفي 2 3 4 هذا سيفير انتيرو لاترال اسكيميا Severe anterolateral ischemia. 53. بدي أقول كثير إن الأنتروبي انه مش اي بي ال اذا اكثر من تقريبا من 11 او 12 مليمتر وممكن لا فنتكلر هايبرتروفي فاكو تيم فيرشن بالاي بي ال واللونج ار هذا ممكن لا فنتكلر هايبرتروفي واكو هنا ليفت اكسس ديفيش كيس 54 هذا الـ ECG المريض أو مريضة عمرها 17 سنة تشكي من shortness of breath وعدها leg swelling وعدها heart murmur من هي وصغير وهذا الاي سي جي مالت شنو الفايندينج هاي مريضه عمرها 17 سنه كان عندها هارت مارمر من هي وصغيره وتشكي من شورتنس اوف بريث وليجز يعني انكل ادم سويت الاسكولتيشن لقيت اكو عندها سيستوليك مرمر باراسترنال هيف حطيت باراسترنال هيف شنو الفايندينج هذا الاي سي جي الو قطع النت وياك دكتور وياك ها حيدر دكتور ممكن هذا رايت باندل برانش بلوك
هذا مو ام شيب. اكو ار اكو تي انفيرشن. هذا رايت فنتركلر رايت فنتركلر هايبرتروفي. رايت فنتركلر هايبرتروفي وبعد شكو يا رايت اتريال هايبرتروفي. عرفتي شلون عرفتي اكو رايت اتريال؟ باللي تو هاي البي بيبل منالي موجوده. بيبل منالي عرفتي. فهذا هاي البيشنت عندها كونجينتال بلمونري اورت بلمونري ستينوسيس وصار عندها رايت اتريال ان رايت فنتركلر هايبرتروفي. كيس 55 هذا اي سي جي لو تلاحظ ساينس رثم تكيكارديا الرايت حوالي اكثر من 100 الاكس از نورمال لو تلاحظ باللي 2 3 اي في اف واكثر شيء باللي 3 والاي في اف اكو كيو ويف موجوده واكو ماركت اس تي. شوف اس تي اليفيشن لو تلاحظ اكثر شيء بارز من البي 1 الى البي 6 فهاي من الفايندي هنا اكو عنده اولد انفيرير ام اي واكو عنده صاير اكيوت انتيرير اس تي اليفيشن او انتيرو لاترال ام اي عنده اولد ام اي وصار عنده نيو ام اي اولد بالانفيرير واكو نيو صاير بالانتيرير. 56 هذا اي سي جي المريض عمره 30 سنة عمره 32 سنة هاي كانت حامل وجابت جدتك شو مريضة عمره 32 بعدين وديزينس خصوصا لما نتحرك جرات وجع بصدري خصوصا لاترال تشيست. هذا شو تلاحظ كانت حامل صارت 3 اشهر من جايبه قام تجي اتاك مع لاترال تشيست بين اكزيرسنيا ديزينس تكيكارديا زين مرات تجي اتاك اوف تكيكارديا سويت لها هذا الاي سي جي شنو الفايندينج دكتور تي ديبريشن جاي يصير عندها؟ نعم تي ديبريشن بال V1 V2 V3 بال V1 إلى V4 وال V4 نعم بال V1 إلى V4 يعني شنو جاي يصير عندها بالمانر امبوليزم؟ هذا بالمانر امبوليزم الاكس از رايت لو ليفت؟ الاكس از رايت لو ليفت؟ رايت هذا رايت اكسس ديفيشن رايت هذا يصير اكو تيم فيرشن تشيلي معنات اكو هاي بريشر بالرايت فنتركلر هاي بريشر رقم 71 بشوف اكو كانه ار اس ار شيب واكو الفي 6 كانه اكو بريشر رايت باند برانش بلوك عفوا كانوا فيتشر اما ترايد فنتكلر هاي بطل كيف فايندينج على ايش من الامبوليسي
50 بعد عندك بالفي 1 تي ويب انفيرشن لي 1 2 واكو بي ار برولونجيشن تلاحظون او بي ار برولونجيشن هذا فيرست ديجري هارت بلوك وذ انتيريور اسكيميا قد يكون اسكيميا او نون ستيمي امان فيرست ديجري هارت بلوك وذ انتيريور اسكيميا كيس 58 هذا مريض عمره 50 سنة اجاك للطوارئ عنده سيفير تشيست بين وهذا البين راديت تو ذا باك سوينا له اي سي جي تشيست اكس راي شنو الفايندينج من يحل لنا هاي الكيس الاي سي جي فيه فايندينج من يقدر يقول لنا شنو هذا ساينس لو مو ساينس دكتور مو ساينس ماكو مو ما موجود البي ويف البي ويف موجودة هذا ساينس لكن اكو بيها برولونجيشن هذا ساينس with first degree heart block زين شكو باللي 2 3 اي في اف ST elevation لي 2 3 في اس elevation وبعد والQ wave. بالليد 2 or 3 AVF أكو S elevation و أكو Q wave. هذا feature مات شنو؟ مات acute and fear myocardial infarct block مو ولا لا نعم دكتور زي سوينا له اكس راي طلعت هاي الفايندينج هذا الاكس راي شنو الفايندينج بالاكل من يقدر يقول ايش هذا ما راح اكمل البقية راح نياظر بس هاي تقول الأولى الكيس شنو يلا حتى اعرفكم ما تقولوا الكيس شنو هاي ما خليكم تناموا هذا الاي سي جي اكيوت انفيرير اس ديليفيشن ام اي وذ فيرست ديجري هارت بلوك سوينا الاكس راي للمريض طلعت هذا الفايندينج شنو هاي دكتور ممكن بيريكارديال فيوجن صار بيريكارديال فيوجن
زين عندك هذا الاكس راي موجود عندك اكو دشوف الرايت لانج ودشوف الليفت لانج دشوف الاوباسيتي موجود كلها على الليفت لانج فمعناته انه هذا الاوباسيتي خارج باوندريز اوف ذا هارت البريكارديال فيوجن يكون بلاسك شيب البريكارديال فيوجن بلاسك شيب واضح لكن الهارت كبير دكتور ممكن بالمانري اوديما هذا نوع اكو وايت اوباسيتي بالليفت هذا شنو هذا شو يسموه بالمانري اوديما نعم دكتور بالمانري صوت مو واضح كان لا يا معودون ما قارين اكس راي صور اكس راي يا معودون هاي كومن فيري كومن هاي تنشن نيموثوراكس دكتور نو نيموثوراكس يجين بلاك اير يكون بلاك هاي بلورال فيوجن صلوات على محمد يا معودون هاي بلورال فيوجن هاي مارك بلورال فيوجن صاير مغطط لك اللايف لانك بحيث حتى دافعت لك الميدستانم للرايت سايد زين شو الربط بين الليفت بلورال فيوجن والاكيوت انفيرا ام اي شو اللي صاير هذا المريض من يعطيني اكسبلينيشن بنشوف لكم يوم راح نعمل مالجنت انفلتريشن مثلا مالجنت انفلتريشن يعني اكو كوزز للاستيليفيشن ام اي مالجنت انفلتريشن يعني يصير مثلا obstruction او vascular occlusion مثلا عاشت ايدك vascular occlusion بس شنو غير المالجنت احنا ما عندنا مالجنت هنا يمل هذا فت كمان مالجنسي سوينا هذا الشيء يعني infection ممكن لا اكو شيء قلت يسوي اكلوجن شنو اللي يسوي لنا اكلوجن او لنا فيوجن دكتور يعني جاي يصير هارت فيلر بحيث جاي يسبب لي بليورال فيوجن سيرجري مثلا او نعم مو هارت فيلر امبوزز مثلا شون هذا جاك للطوارئ مريض عنده سيفير تشيست بين ما عنده ايش ما عنده شيء جاك تشيست هذا تشيست بين ايمي تشيست بين تراوما مثلا مو حسب الهيستوري مالته اكتيليشن بليك 2 3 لارج فيوجن تشيست بين سيفير شنو هذا الكوز مات ما شنو هذا دكتور ممكن بالمونري امبوليزم اه
ما بزي نجينا استيليفيشن حيدر وياه حيدر نومنو يعني لا دكتور محمد اكو فيتشر للاي سي جي تشينجز للبلمر محمد اكو اي سي جي تشينجز للبلمر امبوليزم يجينا استيليفيشن لا دكتور بس يعني راح بالي على الاكس راي عرفت الاي سي جي شنو cause of cardiac chest pain that presents severe chest pain at the back يلا اي في الاي سي جي اي في الاكس راي دكتور انيوريزم او aortic rupture مثلا انطيني severe chest pain aortic dissection واحده من البرزنتيشن aortic dissection يجيك severe chest pain radiate الدايسكشن اول ما يبي يصير يسد لنا الرايت كورونر ارتري لانه اقرب من الليفت اول ما يبدي بجهه الرايت كورونر ارتري فيسوي لنا اكلوجن للرايت كورونر فيجيك فيتشر مات انفير است اليفيشن فواحده من الفيتشر اللي يجيك انفيرير است اليفيشن ما يتفكر قد يكون هذا اورتيك دايسكشن خصوصا اذا كويا سنترال تشيست بين سيفير سنتر تشيست بين رادييت تو ذا باك زين وبيشن ويا بريتلنس وكم او قد يكون هايبرتنشن او قد يكون هايبر سيفير هايبرتنشن يعني هايبرتنشن قد يكون شوك نتيجه البليتنج اللي صاير فيصير ويا شنو بلورال افيوجن هيموريج يصير سوريا هيموريج لذلك بهذا بالمانجمنت هذا هاي الكيس لما يجيك طاوة شو تسوي له؟ شو المانجمنت؟ تدو له ثرومبوليتيك تحطوا هيبارين تسوي له بي سي اي شنو المانجمنت؟ هذا كونترا انديكيتد اذا تعطي ثرومبوليتيك كونترا انديكيتد اذا تعطي هيبارين كونترا انديكيتد اذا تعطي بي سي اي على الرغم انه استيليفيشن لذلك واحده من الكوشن بالانفيريور ام اي انه كوشن نقطه ترومبول او الا نتاكد انه هذا مو اورتيك دايسكشن زين لان هذا كل ما تعطي انتي كوجلنت او تعطي هبه راح يزداد مريض هذا جاسبين من الهيومر او شوك من زين فهذا هيك كيس يحتاج ارجنت سيرجري اذا لحقنا عليه ستيل لايف هذا يحتاج ارجنت سيرجري ريبير الاورتيك دايسكتنج اورت اوكي فقط اكو كم كيس حوالي يعني هو حد ال 75 كيس رح تدرس لكم اياه ويا المحاضره هي الكيسات تقريبا يعني متشابهه زين ولهنا اتوقع كلش كافي لانه تعبتوا ماكم ولا كهوة عندكم قليل من شرح حسن وأيمن حسن الإسجاجات الصعبة هاي الإسجاج حد من الكيس 1 لحد كيس 75 هنا إسجاج فارس سهلة كل السهلة المهم نتمنى لكم موفقين إن شاء الله ونشوفكم بالاسبوع القادم.